السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. فيديو النهاردة هنجرب مع بعض الاشهر اشهر اشهر ماسك في العالم الفترة الاخيرة. الحقيقة هو الماسك بتاع الجرين ماسك دوت الستيك، اشهر ماسك في العالم حاليا. تمام كده؟ طبعا الماسك ده انا مجربه قبل كده كتير، مش مره واحده، عشان كده طلعت ان انا اقول لكم ريفيو عنه. طبعا الماسك ده اتشهر جدا 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 ان هو يعني بيعمل المعجزات، بيشيل المسام، بيقفلها تماما، بيشيل الرؤوس السوداء والبيضاء، بيخلي وشك ده فلتر. يعني مثلا من اشهر الفيديوهات لي هنشوف مع بعض دلوقتي الفيديو ده، وطبعا في فيديوهات زي دي كتير جدا جدا جدا. فهل الماسك دوت بيعمل كده فعليا؟ تعالوا نشوف. طيب بداية، احنا كناس عقلة وعندها دماغ ومخ، مفيش منتج في الوجود وفي الكون لحد دلوقتي بيعمل حاجة زي كده. يعني ده لو قلنا مثلا ان احنا عدينا مرحلة البوتوكس والفيلر والبيلر وكل الكلام الحلو دوت، تمام، مفيش منتج هشتريه في البيت عندي ب 180 جنيه اكيد هيعمل الكلام اللي بيتقال عليه ده. فطبعا يعني كسب بطريقة رهيبة ومفجعة، تمام كده. وبستغرب ان في ناس فعليا بيصدقوا، اللي هو يا جماعة انتوا مخوكوا فين؟ فاهمين؟ فمفيش حاجة في الوجود بتعمل الكلام ده. لكن للأمانة مش هقول لكم ان البتاع ده ملوش فايدة والكلام ده، لأ، أنا لقيت ليه فايدة هقولها لكم بعد ما نستخدمه وتشوفوا بعينيكم ايه اللي بيحصل، وأنا ابتديت فعلا استخدمه في ايه وشايفة ان هو ليه نتيجة في ايه بالظبط. فيلا بينا نبتدي. الطريقة اللي مكتوبة عليه انه المفروض ان انا بغسل وشي بالغسول بتاعي كويس جدا، وبعمل التونر كمان، وبعدين بستخدم المنتج. لكن انا بستخدمه على طريقتي، يعني وهي انا هستخدم الغسول بتاعي، اغسل وشي الاول. الغسول بتاعي الفترة الاخيرة، انا بعشق الغسول دوت، هو الغسول بتاع السلسليك اسيد من The Ink List. مش عارفة هيبان عندكم ولا لا، بس انا مخلصاه، يعني بصوا هو واصل لحد هنا. تمام، هغسل وشي وارجع لكم. زي ما انا قلت لكم دايما بقول لكم، البنات اللي وشها معرض للحبوب او وشها بيطلع حبوب، دايما افضل حاجه لتنشيف البشره هي التيشو. بتجيبي 2 تيشو كده وبتبتدي تضغطي على بشرتك جامد جدا لحد ما تنشف من غير اي مناديل فوط. انت خلاص كده نشفتي، ده هيترمي في الزباله، وشك بقى ناشف وما خدتيش من هنا حطيتي هنا ومن هنا حطيتي هنا، وترجعي تستخدمي الفوطه تاني. تمام، زي ما بقول لكم هو مكتوب عليه انه بعد ما تغسلي وشك تحطي بقى التونر بتاعك وبعدين تستخدمي الماسك. انا بالنسبه لي شايفه ان انا احط الماسك على طول واخلي التونر بعد ما اشيل الماسك. فالماسك بيجي يا بنات في العلبه دي زي ما انتم شايفين كده، بيجي زي هنا زي درج، تمام، بتفتحيه بيطلع الماسك بالشكل ده كده، اهو ده شكله، بيبقى زي الستيك بيتفتح كده اهو، ويبقى معاه البلاستيكه دي. مجرد ما بتعملي كده البلاستيكه دي بتطلع فوق، بتشيليها اهو كده، تمام، وبتبتدي تحطي تفردي المنتج على البشره. طبعا بقى هم قايلين في الفيديوهات بتاعتهم ان انا مجرد ما بحط المنتج كده وكده، طبعا هو مكتوب عليه ان هو بيتساب من 5 ل 10 أو 15 دقيقة، يعني زي ما انت يعني من 5 دقايق لربع ساعة، تمام. وبعد ما بتسيبيه بيطلع لنا بقى في وشنا كده بثور سوداء، فنقوم شايلينها بالمنديل. قوم ايه بقى، قوم ايه بقدرة قادر، يتحول وشنا الى فلتر والى سيراميكا خلقها ربنا، تمام، بدون اي عيوب واي بثور واي بتنجان، بقدرة قادر في ربع ساعة بمنتج ب 180 جنيه هتحول الى تمثال شمعة، تمام. وكتري، ما تبخليش على نفسك، كل ما تكتري كل ما مش هيحصل اي فرق، تمام.
بس انا بحط عشان ارضي ربنا واوريكم بما يرضي الله. تمام، بس كده هقفله. طبعا انتوا شايفين اصلا مستخدماه 10 مرة وهنسيبه بقى على البشرة زي ما قلت لكم كده 10 دقايق مثلا، ربع. انا بسيبه عن نفسي، انا بسيبه نص ساعة بالظبط برجع اشيله، فهقعد نص ساعة وارجع لكم. ورجعت لكم يا حلوين بعد نص ساعة من الماسك، اهو مش 5 دقايق ولا 10 دقايق ولا ربع ساعة، ولا طلع لي اسود ولا ابيض ولا فحلقي ولا اي لون من الالوان اللي بتطلع لهم في قلب الايه بتاعي. تاني حاجة، هما بيشيلوه دايما بمنديل، هو مكتوب على مكتوب على العلبة بتاعته هنا ان هو يتشال بالمية عادي، انت تروح تغسلي وشك بني ادم عادي، بس تعالوا نشيل الحتة بالمنجيل زي ما هما بيعملوا. دي المنجيل اهو ما بيتشالش اساسا، هو بيتشال اهو بس يعني لسه ملحوس الوش ما بيتشالش، فهنروح نشيله بالميه عشان برضه دي حاجه من بيتشالش اساسا، فهنروح نجيله بقى بالميه ونرجع. ورجعت لكم بنات بعد ما شلت الماسك ونشفت وشي اهو على يدكم اهو، وشي زي ما هو هو، بس كل اللي هتاخدوا بالكم ان وشي بقى فيه سنه نعومه تمام كده. وبس يعني مفيش اي افكت تاني خالص، اهو وشي اهو يا جماعه اهو تمام، بحبوبه بمسامه بكل حاجه فيه تمام، مفيش فيه اي حاجه من اللي هما بيقولوا عنها تمام. دلوقتي انا هستخدم التونر بتاعي من باي فاس قبل ما احط السكين كير بتاعي. تعالوا بقى اكلمكم وانا بحط التونر كده. على فكره التونر والماسك دوت والغسول كل الحاجات تقريبا انا بستخدمها هتلاقوها عند صفحه استريلا، هسيبها لكم تحت تمام. تعالوا بقى اقول لكم انا الماسك ده، طبعا انا لما جبت الماسك ده فعليا انا كنت طبعا عارفه ان هو مش هيعمل اي حاجه من الحاجات اللي هم بيعلنوا عنها، يعني متاكده 1000000%. بس انا جبته علشان خاطر اجربه وانبه البنات، ده اول حاجه. تاني حاجه، انا بطبعي اللي متابعني عارفين ان انا بحب الحاجات اللي بشجره الشاي اساسا يعني، فبحس انها بتنفع مع بشرتي لان بشرتي معرضه للحبوب بطريقه رهيبه، بتطلع حبوب من اقل حاجه، فالحاجات اللي بتبقى بشجره الشاي بتبقى مضاده للبكتيريا وبتبقى معقمه للبشره، فعشان كده انا بحب استخدم الحاجات اللي بشجره الشاي تمام. فانا قلت اجيبه لان هو فيه شجره شاي وفي فيتامين اي، فقلت ان انا اجربه يعني. واللي متابعني الفترة الأخيرة عارف إن أنا وشي كان مليان حبوب واتبهدل من منتج استخدمته تمام، فكنت بعالج فيه الفترة الأخيرة، فقلت مناسبة حلوة جدا إن أنا أدخله في الروتين بتاعي. وعلى فكرة أنا لما عرفت سعره إن هو 180 جنيه اتفاجئت برضو، لأنه على الحاجات اللي هما بيعلنوها أنا قلت المنتج ده هيبقى بعد مبلغ وقدره، فثمنه 180 جنيه بس يعني تمام. فدلوقتي هستخدم كريم العين بتاعي من ذا انكليست برضو، وهتلاقوه على صفحه استريلا برضو. بصوا انا مخلصاه عماله اطلع فيه اهو تمام. زي ما قلت لكم قلت بقى ادخله واشوف الايفكت بتاعه. فابتديت يا بنات استخدمه يوم ويوم، يعني يوم استخدمه والتاني لا، يوم استخدمه والتاني لا، كل يوم قبل ما انام. لقيت بقى ايه الايفكت بتاعه؟ الايفكت بتاعه ان هو بيهدي الحبوب، يعني لما بتكون عندك حبوب بتلاقي الحبوب دي يوم بعد تاني هديت، ما بقتش متفاعله اكتر ومحمره وبتوجعك، لا تحس ان هو بيهدي الحبوب، بيعقم فعلا البشره، في نعومه كده بعد تستخدميه. فحسيت انه لا مفيد، يعني انا في الفتره اللي انا بستخدمها استخدمته فيها مع الروتين بتاعي، لا وشي الحمد لله اتحسن. اللي كان شايف وشي قبل كده عارف ان انا وشي دلوقتي اتحسن كتير جدا، صحيح لسه ما رجعش لطبيعته بس اتحسن كتير عن الاول. طبعا مش بفضل المنتج ده بس، لكن انا بقول ان المنتج ده كان عامل مساعد في الروتين بتاعي الامانه يعني. بس يعني ده كل اللي انا لقيته منه ومستمريه عليه لحد دلوقتي، والنهارده كان معاد ان انا احطه فقلت احطه معاكم واقول لكم على المعلومه دي. طبعا حابه ان انت تجربيه زي يعني انا جبته مجرد فضول مني، مش عشان هو بيعمل الحاجات دي، فانت لو عايزه تجربيه هتجربيه، لو ما عندكيش فضول ما تجيبيهوش لانه مش الايفكت الواو الفظيع، بس انا قررت ان استفيد منه بالطريقه اللي انا قلتها لكم دي.
بس كده. ده كان الريفيو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. ودايما يا بنات بطلب منكم ان انتم ما تتوهموش بالاعلان بالميديا زياده عن اللزوم. خلي عندنا مخ نفكر ونفرق ايه الصح ايه الغلط، الحقيقي ايه اللي مش حقيقي، ايه عقلنا لازم يشتغل معانا في ايه في الميديا الفتره الاخيره يعني. تمام كده، بس كده اشوفكم على خير، هروح اكمل بقى الروتين بتاعي. تصبحوا على الف خير، باي باي.